مشاهدينا السلام عليكم، أهلا بكم إلى أخبار عمان من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان. أهلا بكم، ونبدأ النشرة بأبرز العناوين. تأثر أجواء السلطنة بأخدود منخفض جوي يستمر 4 أيام. وزارة السياحة تكشف عن مشاريع ومخططات سياحية جديدة. قريبا سوف تطرح المناقصة الخاصة بالمخططات السياحية لمحافظة الداخلية، محافظة مسندم، جنوب الشرقية، وكذا تشمل كذلك مصيرة وجبل شمس. المؤتمر الرابع لإدارة الجودة والتطوير في مجال التعليم العالي يبحث وضع استراتيجيات وخطط تشغيلية جديدة وتبادل الخبرات بين المشاركين. أهلا بكم إلى التفاصيل. هطلت أمطار تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة على عدد من ولايات ومحافظات والمحافظات الشمالية للسلطنة، وذلك نتيجة تأثر أجواء السلطنة بأخدود من منخفض جوي. وأوضح المركز الوطني للإنذار من المخاطر المتعددة أن تأثيرات الأخدود تمتد إلى كافة المحافظات الشمالية للسلطنة تدريجيا، وقد تمتد كذلك إلى أجزاء من محافظتي ظفار والوسطى، مشيرا إلى أنه من المحتمل هطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تكون رعدية أحيانا، ويكون البحر متوسطا إلى هائج الموج على سواحل مسندم وبحر عمان. جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد. ولمتابعة الحالة الجوية وتعرض السلطنة لأخدود منخفض جوي، ينضم إلينا عبر الهاتف ناصر بن سعيد الإسماعيلي، أخصائي أرصاد جوية. بداية ناصر، ما هي تطورات الحالة الجوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاليا طبعا الجو غائم على معظم المحافظات الشمالية للسلطنة كمحافظة مسندم والبريمي والظاهرة وشمال وجنوب الباطنة، وغائم جزئيا على محافظتي جنوب الشرقية وشمال الشرقية وأيضا محافظة الداخلية. تتواجد هناك بعض الحزم من الأمطار خصوصا على محافظات الظاهرة وأجزاء محافظة البريمي وشمال الباطنة، أيضا أجزاء ربما من جنوب الباطنة. نعم، تستمر الفرص على بقية المحافظات، محافظة الداخلية ومحافظتي الشمال وجنوب الشرقية ومسقط أيضا في قادم الوقت بإذن الله، وهذا بشكل عام. طيب، بالنسبة لغزارة الأمطار، هل هناك توقعات لغزارتها في الساعات المقبلة ونزول أيضا بعض الأودية؟ نعم، من المحتمل طبعا أن تشهد ربما الساعات الأولى من هذه الليلة هطول الأمطار أو تواصلها. أيضا قد تمتد بعض التأثيرات على محافظة مسندم، وقد تشهد أيضا أمطار رعدية، هناك فرص جيدة خلال الليل بإذن الله، حتى قد تتواصل إلى بعد منتصف الليل. أيضا الساحل الجنوبي الشرقي بشكل عام على محافظة ظفار وأيضا محافظتي جنوب الشرقية وباقي المحافظات أيضا في قادم الوقت ستكون لها فرصة أفضل من المحافظات كمسندم وشمال الباطنة. طبعا بشكل عام تأثير الأخدود الجوي قد يكون أضعف غدا، وبعد غد قد يحدث له نوعا من الضعف، لكن قد يعاود يوم الجمعة والسبت بإذن الله، قد يمتد إلى يوم السبت وقد تكون الفرص أفضل بإذن الله. بإذن الله، جعلها الله أمطار خير وبركة. إذن ناصر بن سعيد الإسماعيلي، أخصائي أرصاد جوية، شكرا لك. مشروع الواجهة الترفيهية حي الشرق بولاية بركة في محافظة جنوب الباطنة ويتي في محافظة مسقط أبرز المشاريع التي كشفت عنها وزارة السياحة في مؤتمر عمان للاستثمار السياحي. المؤتمر استعرض استراتيجية السياحة العمانية ورؤيتها لتطوير قطاع السياحة في السلطنة. مؤتمر عمان للاستثمار السياحي يعلن عن جملة من المشاريع السياحية
أبرزها مشروع الواجهة الترفيهية بولاية بركة في محافظة جنوب الباطنة ومشروع يتي في محافظة مسقط. أول مشروع ترفيهي رح يكون بمستوى عالي جدا على مساحة 1.5 مليون متر مربع من الأرض. هذا سوف يساعد كثير حقيقة في تغطية نقص فيما يتعلق بالسياحة الداخلية. طبعا بالنسبة للمشاريع الأخرى لدينا الآن مشروع يتي، الصندوق العماني للاستثمار تم وزارة السياحة عطت موافقتها على المخطط المشروع، كذلك مشروع ينكت وعلى مساحة أرض 8 ملايين متر مربع. يدمج مشروع يتي مع مشروع ينكت في مشروع واحد، ورح يكون مشروع عبارة عن مجمعات سياحية متكاملة. سياحة الترفيه مهمة جدا لجذب السياح من خارج السلطنة، وكان هناك نقص كبير سواء السواح من داخل السلطنة أو من خارج السلطنة، بالتالي مشروع مثل هذا أعتقد مشروع يعني في وقته ومهم جدا. المؤتمر الذي جاء بمشاركة 100 مستثمر ونحو 24 متحدثا محليا وعالميا تطرق إلى استراتيجية عمان السياحية ومشاريع الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى مشاريع وفرص الاستثمار والإجراءات والمحفزات الحكومية للاستثمار في السلطنة. لدينا احنا الآن من ننتهي من مخطط السياحي في الظفار، بدأ الاستشاري العمل على هذا، سوف يشمل يعني الصلالة والجبل والمناطق الصحراوية. بالنسبة للمسندم هناك استراتيجية قد بدأت والتنسيق قد بدأ وتم تحديد المواقع، وهنالك كذلك رغبة من مستثمرين خليجيين للاستثمار في مسندم في موقع أحد المواقع. بالنسبة للمصيرة تم تخصيص موقع 1.2 مليون متر مربع للاستثمار عماني كويتي. الهدف من هذا المؤتمر هو إيجاد فرصة للمعنيين بالقطاع السياحي للالتقاء وتبادل الخبرات والتعرف على تجارب الدول الأخرى والاستفادة منها لتطوير القطاع السياحي في السلطنة وأوجه الدعم والاستثمارات المختلفة. مقومات عمان من ناحية السياحة من أقوى المقومات ومن أهمها بكل المنطقة، هل كانت بالنسبة للطبيعة، الموقع الاستراتيجي، التاريخ، الشعب، فالمقومات موجودة. بالحقيقة الموضوع الأساسي هو البناء على هالمقومات لنوصل لتنافسية أكبر للاستثمار بالسياحة بعمان. ويتوقع أن يخرج المؤتمر والمعرض المصاحب بقاعدة من المشاريع السياحية في كل عام، وهو ما سيوضح حجم التوسع والنمو السنوي واستكشاف مساحات الطلب النوعية التي تنقص السوق المحلية. وعلى هامش المؤتمر كشف معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة أن الوزارة باشرت العمل في عدد من المخططات السياحية ببعض محافظات السلطنة. جاء هذا المؤتمر البعض يراه أنه متأخرا، ولكن جاء بعد أن انتهينا من الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بعد أن انتهينا من تحديد رؤية السلطنة لقطاع السياحة، باشرنا في المخطط السياحي لمحافظة الظفار. قريبا سوف تطرح المناقصة الخاصة بالمخططات السياحية لمحافظة الداخلية، محافظة مسندم، جنوب الشرقية، وكذا تشمل كذلك مصيرة وجبل شمس. فكان لابد من تعريف المستثمرين بالتطور الذي حدث في قطاع السياحة. لدينا هناك كثير من المشاريع عن طريق مستثمرين لصناديق كالصندوق العماني للاستثمار، كشركة أساس، الآن جاهزة للطرح للمستثمرين، ففعليا الآن لدينا ما نقدمه للمستثمرين. ناقش مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه الدوري العاشر اليوم التقرير المتعلق بمقترح مشروع تعديل قانون مجلس المناقصات وتوضيح مبررات فرض رسوم بنكية إضافية على تقديم بعض الخدمات المصرفية. كما ناقش المكتب مقترح أحد الأعضاء حول تخصيص مدارس للموهوبين تقوم باستقطابهم من خلال مختصين مؤهلين ومتمرسين وإعطائهم برامج متخصصة.
كما اطلع على طلبات الإحاطة والأسئلة التي تضمنت عدة مواضيع اقتصادية وتربوية وتنموية وطلبات أخرى تتعلق بتوصيل بعض الخدمات الضرورية لعدد من ولايات السلطنة. ترأس الاجتماع سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الرابع لإدارة الجودة والتطوير في مجال التعليم العالي، وذلك بمشاركة أكاديميين ومختصين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة. المؤتمر والذي سيستمر على مدى يومين يهدف إلى تبني استراتيجية وخطط تشغيلية تسعى إلى تحقيق أهداف قطاع التعليم العالي ونشر الوعي وتبادل الممارسات والخبرات بين المشاركين، إضافة إلى التحديات التي تواجه المختصين في إدارة الجودة وتطويرها. رعى فعاليات المؤتمر معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية. جملة من المشروعات التنموية في سائر محافظات السلطنة حملتها النسخة الثالثة من مسابقة بنك التنمية العماني للإجادة على مستوى الفروع، وتم إعلان نتائج المسابقة وتتويج الفائزين بالجائزة مع تكريم الموظفين المجيدين. مسابقة الإجادة جائزة تنافسية تمنح سنويا لفروع بنك التنمية العماني المحققة للأداء المتميز، وهي إحدى أدوات التطوير والإبداع في العمل. اللجنة زارت أكثر من 120 مشروع على مستوى السلطنة اللي قامت الفروع بتمويلها، وهذه المشاريع كلها ذات قيمة مضافة، منها في القطاع التعليمي، القطاع الزراعي، والقطاع الصحي، وكذلك القطاع السياحي. وهذه كذلك إن شاء الله ستكون أحد أبرز مؤشرات قياس الأداء للمسابقة القادمة بإذن الله. الجائزة عكست في نسختها السنوية الثالثة مدى تطوير العمل بفروع البنك وحجم مواردها المالية مع جودة خدماتها التمويلية وبما يتطلع إليه المستثمرون من الشباب العماني. الموظفين اشتغلوا على الابتكار، وكان يمكن من أفضل الابتكارات اللي قدمت على مستوى الفروع خلال السنوات الثلاث الماضية. عدد من المشاريع في نوعيات مختلفة قدم الفرع في مجالات زراعية مثل روابع عاهن وزهور عاهن، في المجال الصحي عيادة مجمع الطبي الوئام في الخابورة أو عيادة العائلة فيما معناه صح، ومشاريع أخرى في مجال المدارس الخاصة الصناعة. تطبيق أفضل الممارسات في الأعمال المصرفية وإيجاد مقومات لبيئة عمل محفزة ومتجددة والتشجيع على الابتكار والإبداع أبرز الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها هذه المسابقة التي انطلقت عام 2014. تركيزنا كان على تمويل مشاريع تقدم قيمة مضافة للمواطن، قيمة مضافة تخدم الوطن والمواطن. أبرز المشاريع كانت في الجانب الصناعي، المشاريع الصناعية جميع أنواعها. التفاعل والتطوير والاستدامة مع الإبداع والابتكار وإدارة المعرفة أهم الجوانب التي ركزت عليها المسابقة هذا العام. في السنة الأولى حصلنا على المركز الأول، في السنة الثانية على المركز الثالث، والسنة الحمد لله على المركز الثالث أيضا. مولنا جميع القطاعات، وكان من أبرزها قطاع الصناعة والتعدين بحكم أنها محافظة الظاهرة مثل ما الجميع يعرف متميزة بالقطاع التعدين. دور بارز لبنك التنمية العماني في رفض مشروعات القطاع الخاص وتجسيد مفهوم الشراكة بتعزيز التنمية في جميع محافظات السلطنة. هذه المسابقة وهي تكمل عامها الثالث على التوالي تؤكد أن مسؤولية النهوض بالاقتصاد الوطني وخدمة المجتمع لا تقف عند حد معين، بل يجب أن تكون مسؤولية مشتركة. أحمد بن عبد الله الندابي، محافظة مسقط. إشراك الشركة العمانية للاتصالات عمان تل لدعم وتنفيذ جائزة ريادة لعام 2017، هذا ما كشفه المؤتمر الصحفي للإعلان عن جائزة ريادة الأعمال في نسختها الثالثة. المؤتمر أعلن عن شعار هذه النسخة من الجائزة والتي جاءت بعنوان النجاح مسؤولية مشتركة. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طريقها لتصبح مساهما فاعلا في تعزيز الاقتصاد الوطني مستندا إلى المعرفة والابتكار والبحوث، هذا ما يسعى إليه صندوق الرفض من خلال جائزة ريادة الأعمال والتي انطلقت أعمال نسختها الثالثة في مؤتمر صحفي كشف تفاصيل وأهم مستجدات الجائزة لعام 2017.
طبعا من أهم مستجدات جائزة نسخة الثالثة ريادة الأعمال هو توحيد الجهود بين القطاع العام والخاص بوجود شراكة استراتيجية مع عمانتل. طبعا القيمة المضافة فيها في هذه الجائزة كذلك هو تعزيز الميزة التنافسية بين الفائزين في الجائزة. احنا رفعنا كذلك قيمة الجوائز هذه السنة كل الفئات من 3000 ريال عماني إلى 8000 ريال عماني، باستثناء جائزة اللي هو مشروع متوسط من 10000 ريال عماني إلى 12 ريال عماني. جائزة ريادة الأعمال تسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز دور القطاع الناشئ في المنظومة الاقتصادية ووضعه في خارطة القطاعات الواعدة لتنويع الدخل، وذلك من خلال انضمام الجائزة إلى عضوية المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة وإشراك القطاع الخاص لدعم الجائزة ماديا واستراتيجيا. هذا ما أوضحه المؤتمر. تم الاتفاق بيننا وبين ريادة لإيجاد هذه الشراكة التي نتمنى أنها تقوم بتحقيق الأهداف المرسومة لهذه الجائزة، وهي تعظيم الفائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إيجاد الدعم ما فقط المادي ولكن أيضا الدعم الفني واللوجستي ومن خلال التدريب، وكذلك الدعم التسويقي للشركات اللي إن شاء الله ستحوز على هذه الجائزة. الجائزة وما تزال تحافظ على فئاتها الثلاث في نسختها الثالثة، وهي جائزة ريادة وجائزة ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجائزة الداعمين لريادة الأعمال. بالنسبة للخطة الزمنية للجائزة، من مطلع الشهر القادم إن شاء الله سنبدأ ورش التوعية في محافظات مختلفة للسلطنة، ومن ثم فتح باب التسجيل في شهر 5، ويليه مرحلة تقييم المشاركات، ومن ثم التحكيم لاختيار الفائزين وإعلان النتائج في شهر يناير 2018. المؤتمر أكد على إدارة جميع نسخ الجائزة من قبل شباب وشركات عمانية، مؤكدا على قدرة الشباب في النجاح والإبداع متى ما توفرت لهم الظروف والبيئة المناسبة. جائزة ريادة تدعم وتشجع الشباب في إنشاء مشاريع خاصة بهم والتفرغ في إدارتها. يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط. فترتنا الإخبارية مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. تشكيلات من الخط العربي الهندي تعود لحقب تاريخية في معرض الفنون التشكيلية بمسقط. من جديد للاطلاع على المهام والواجبات التي يقوم بها منتسبو الجيش السلطاني العماني، قام معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بزيارة لعدد من وحدات وتشكيلات الجيش السلطاني العماني بمحافظة ظفار، والوقوف على المشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها في بعض المواقع العسكرية. كما قام معاليه بزيارة كلية السلطان قابوس العسكرية، والتي اطلع خلالها على الدورات والبرامج والمناهج التدريبية التي تنفذها الكلية. تطوير وتعزيز التعاون في المجال البرلماني وتبادل الخبرات بين السلطنة وبيلاروسيا، أبرز ما ناقشه معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة خلال لقائه بمعالي وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي والوفد المرافق الذي يزور السلطنة حاليا. كما تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية، وبما يخدم مصالحهما المشتركة.
واستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين كانت محور حديث سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى أثناء استقباله معالي فلاديمير ماكي وزير خارجية جمهورية بيلاروسيا والوفد المرافق له. وتم خلال المقابلة استعراض علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. وبحث تعزيز التبادل التجاري بين السلطنة وبيلاروسيا كان محور لقاء معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة بمعالي فلاديمير ماكي وزير الخارجية ببيلاروسيا. تم خلال المقابلة مناقشة تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وبحث الفرص المتاحة لتعاون في مجالات الصناعات التجميعية وتقنية المعلومات والسياحة. واطلع وزير الخارجية البيلاروسي والوفد المرافق له على مرافق المتحف الوطني بمسقط، واستمع الضيف البيلاروسي إلى شرح موجز عن المتحف والقاعات والمقتنيات التي يضمها، إضافة إلى دور المتحف في إبراز الدور الحضاري للسلطنة. عمان بلاست عنوان المعرض الدولي للصناعات البلاستيكية والمطاطية والبتروكيماويات والتغليف الذي تم افتتاحه في دورته الرابعة بمركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض بمسقط ولمدة 3 أيام. يستعرض المعرض أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في مجال إنتاج وتصنيع البلاستيك والمطاط والتغليف والبتروكيماويات، ويمثل المعرض فرصة فريدة للتعرف على أحدث التكنولوجيات والأدوات الحديثة في هذا المجال. لتعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، جاء افتتاح المنتدى الإحصائي الأول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المنتدى يجسد الاهتمام الكبير بالدور المحوري الذي يقوم به قطاع الإحصاء في رسم السياسات وصنع القرار والإسهام في إعداد الخطط والمشاريع التنموية الهادفة إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار في دول مجلس التعاون. بمشاركة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انطلقت فعاليات المنتدى الإحصائي الخليجي الأول بالرياض تحت شعار تعزيز الشراكات الإحصائية لدعم السياسات الاقتصادية والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون، بحضور 40 متحدثا خليجيا ودوليا وأطراف الإحصاء من منتجي ومستخدمي البيانات والقطاع الأكاديمي. ويأتي تنظيم المنتدى كثمرة شراكة بين المركز الإحصائي الخليجي الذي يتخذ من مسقط مقراً له والهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، انطلاقاً من أهمية دور ما توفره الأجهزة الإحصائية الرسمية من بيانات ومعلومات في دعم كل قرار تنموي في دول مجلس التعاون، وضرورة إيجاد بيانات موثقة ومصنفة وآنية تساعد في قياس التقدم نحو تحقيق أهداف الرؤى الوطنية الخليجية. يأتي عقد هذا المنتدى نظراً للحاجة المتزايدة للإحصاءات والبيانات والمعلومات. هناك الآن توجه للعمل الإحصائي أن يكون يوفر الإحصاءات اللازمة للخطط والبرامج التنموية في الدول الأعضاء، سواء كان على المستوى الوطني أو أيضا على المستوى دول مجلس التعاون. يعد المنتدى بكافة فعالياته وأركانه منصة معرفية وعلمية لتبادل الخبرات ومناقشة بعض القضايا الرئيسة المتعلقة بمؤشرات تدعم السياسات الاقتصادية وتقيس التنمية المستدامة، والاتفاق على أفضل السبل لتعزيز الشراكة الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. يؤكد على أهمية الإحصاء وفي إبراز البيانات والمعلومات الخاصة بتقدم ونمو دول مجلس التعاون، وكذلك إبراز التعاون والعمل الخليجي المشترك وما حققه من إنجازات خلال السنوات الماضية. وضمن فعاليات المنتدى، أعلن المركز الإحصائي الخليجي عن نتائج مسابقة البحث الإحصائي للشباب والتي تنظم لأول مرة في دول مجلس التعاون بهدف تشجيع الشباب الإحصائيين
وتعزيز قيمة البحوث. بالطبع يعني تم الإعلان اليوم عن الفائزين بالجائزة مسابقة البحث الإحصائي للشباب، هذه المسابقة التي يتبناها المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعد الأولى من نوعها في منطقة الخليج، بادرة رائعة جدا لتحفيز الشباب الإحصائيين لتقديم طبعا بحوث تتناسب مع احتياجات المجتمعات الخليجية، بالإضافة إلى مواكبة التطورات في كافة طبعا المجالات. ست حلقات ستكون محل نقاش المشاركين في المنتدى خلال اليومين القادمين، تتناول تعزيز المعرفة الإحصائية والإعلام الإحصائي وآليات تطوير الإحصاء باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات. سامي الحمود لتلفزيون سلطنة عمان، الرياض. مواكبة لمتطلبات تدريس الفنون وتأكيدا على أهمية احتكاك الطلبة بالمحترفين، انطلقت بجامعة السلطان قابوس فعاليات ملتقى الفنان المقيم الثاني. الملتقى الذي ينظمه قسم التربية الفنية يقدم مجموعة من حلقات العمل التطبيقية في مختلف جوانب الفن. في هذه القاعة يجتمع طلبة متخصصون في الفنون، يلتقون بفنانين محترفين، يتلقون النصح والتوجيه في كيفية التعامل مع الأدوات الفنية. هذه تأخذ بنصيحته، وتلك تكمل المسير. وفي قاعة أخرى تتلقى هذه الطالبة توجيهاً في كيفية استخدام ألوان مائية متقنة، فيما يتدارس هؤلاء الطلبة كيفية نحت هذه الرخامة. أسبوع الفنان المقيم هو فعالية تقام للمرة الثانية في قسم التربية الفنية، وتتمحور في جذب عدد من الفنانين من خارج السلطنة وكذلك من السلطنة نفسها ليقدموا ورش مجانية للطلاب لمدة أسبوع. عالم الفنون التشكيلية جانب إنساني قديم، إلا أن الزمان المعاصر أسهم وبشكل متسارع في تجديد الأفكار والمفاهيم، ما قاد إلى ضرورة إيجاد فسحة للدارسين للالتقاء بفنانين محترفين لينالوا قسطاً من الإيضاحات والتطبيقات. فكرة الملتقى بحد ذاتها هذه فكرة جميلة، تخدم اللي هو طالب التربية الفنية من حيث اللي هو أولاً الاحتكاك في هذا الفنانين من سواء الساحة العمانية أو الفنانين الأجانب، بحيث أنه يستفيد من تجاربهم. ويعد مفهوم الفنان المقيم من المفاهيم المستجدة في عالم تدريس الفنون التشكيلية، وهو فرصة للمجتمع للاستفادة من استضافة هؤلاء الفنانين. نحن في هذا الملتقى نستخدم ما يسمى أو ما يطلق عليه بالفنان المحترف كفنان مقيم، نقرب حلقة الوصل بين الفنان الممارس في الميدان وبين طالب التربية الفنية أو معلم الفن في المستقبل. هذه الورش تأتي استمراراً لمناشط فنية مستمرة تعقد بين الحين والآخر، هادفة إلى صنع فنانين عمانيين لهم ذائقتهم التي تصقلها مثل هذه الفعاليات. وما بين أروقة قسم التربية الفنية بجامعة السلطان قابوس تأتي هذه الأعمال لتؤكد على أن الفن التشكيلي هو فن إنساني عميق ذو اهتمام سام. لتلفزيون سلطنة عمان، موسى بن جعفر اللواتي، مسقط. لوحات بالخط العربي الهندي تعود لحقب تاريخية قديمة استعرضها معرض الخط العربي الإسلامي الهندي الذي أقامته السفارة الهندية بمسقط. المعرض ضم كوكبة من الفنانين التشكيليين من الهند والسلطنة في مجال الخط العربي. التقرير التالي يسلط الضوء على جوانب المعرض والأعمال المعروضة. 40 عملا فنيا للخط العربي من الآيات القرآنية وغيرها استعرضها معرض الخط العربي الإسلامي الهندي. نحن سعداء لأننا نظمنا هذا المعرض في مسقط، وهذا يعكس الترابط الثقافي بيننا. المعرض يمثل القيم الإسلامية التاريخية الثقافية التي تحتفظ بها المكتبات الهندية كتاريخ عريق. المعرض حوى أعمالاً من الخط العربي النادرة للقرآن الكريم تعود إلى القرنين السابع والثامن، إضافة إلى نسخة من القرآن الكريم من القرن السادس عشر. المعرض طبعاً يحتوي على أنواع مختلفة من الخطوط العربية، من ضمنها حتى الخطوط اللي كانت قبل توضع النقطة تقريباً،
ودائما المخطوطات تبين إيش كانت الاهتمامات في ذاك الوقت، وتبين الآيات اللي كان تتبادلها الشعوب في المناطق وإلى آخره. الجميل أن الجمعية في التشكيل تحتضن هذا المعرض المميز اللي يعرف الناس ويعرف مدى العلاقات بين الدولتين في احتضان المعرض الإسلامي اللي في الجمعية اليوم. المعروضات هذه أحضرت من مكتبة رامبو رضا من الهند، والتي تعتبر من المكتبات الإسلامية العريقة بجمهورية الهند. المعرض هذا تستمر فعالياته من 25 إلى 25 من شهر مارس الحالي، وسيكون مفتوحا للزوار في الفترتين الصباحية والمسائية. إبراهيم بن سالم الهادي من الجمعية العمانية للفنون التشكيلية، محافظة مسقط. مشاهدينا، أخبار عمان مستمرة، وننتقل إلى جولة مع أخبار المحافظة. تتواصل المنافسات في السباق الختامي لكأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن الأهلية 2017 لليوم الثاني على التوالي. ووسط الأجواء الماطرة انطلقت الأشواط العشرة والتي خصصت لسن اللقاية لمسافة 5 كيلومترات للفئتين البكار والجعدان. انطلقت على مضمار الفليج بولاية بركة ثاني أيام السباق الختامي لكأس جلالة السلطان المعظم لسباقات الهجن الأهلية 2017، والتي خصصت لسن اللقاية لمسافة 5 كيلومترات. انطباع طيب، والأجواء كما تشاهدونها اليوم أيضا أعطت انطباع خاص في هذا اليوم. وبالأمس كنا انطلقت بداية المهرجان فكانت مع فئة الحقائق، واليوم مع الفئة الثانية اللي هي فئة اللقاية، والاستمرارية باكر إن شاء الله بتكون لفئات الإيداع والثنايا والحول، واليوم الختامي اللي هو يوم الخميس. مع الأجواء الماطرة التي شهدها الميدان، احتدمت المنافسات في الأشواط العشرة للفئتين البكار والجعدان، والتي جاءت النتائج فيها على النحو التالي. الشوط الأول انتزعت الصدارة البكرة الفاتنة لعامر بن علي المحاربي، وفي الشوط الثاني فازت شواهين لمحمد بن علي لوهيبي. أما الشوط الثالث كان حليف شديد للغفيق بن الصغير المالكي، وفي رابع الأشواط فاز مغادر لراشد بن سالم الغيلاني، وفي الشوط الخامس توجت البصرة لحمود بن سالم لوهيبي، وفي الشوط السادس احتلت الظبي لمبارك بن عامر الحبسي. والشوط السابع كان من نصيب بلسم لسالم بن علي العمري، وفي الشوط الثامن فاز وراد لصالح بن محمد الجحافي صاحب أفضل توقيت في السباق. وتاسع الأشواط فازت البكرة صبا لمحمد بن بطل مالكي، وفي مسك الختام فاز بالناموس شاهين لسليم بن العبد الجحافي. والله مشاركتنا طبعا سابجة في ميدان بشاير، وسابجة في مرموم، واللي عدة سبقات، واليوم سبقت ما شاء الله سبقها جوي. والله مشاركة ما يحتاج، يعني شفت انت روحك بعينك، يعني ما شاء الله مشاركة جوية ومطايا حضرات سبق، وتوافيق بدار رب العالمين. بين أصالة الماضي وعراقة الحاضر تقف الخيمة البدوية لتجدد للذاكرة خصائص المكان وتحكي خصوصية الصناعة البدوية من المنسوجات والحلل والمستلزمات الأخرى. من ميدان الفليج لسباقات الهجن والخيل، ذياب بن عبد الله النوفلي، ولاية بركة. التقنية والاقتصاد نحو تنمية مستدامة، عنوان الملتقى الأكاديمي الاقتصادي الثاني بمحافظة الظاهرة. الملتقى يركز على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات في الارتقاء بالأنشطة الاقتصادية. توظيف التقنية الحديثة والشبكة العنكبوتية في المشاريع الاقتصادية
أبرز محاور وأهداف الملتقى الاقتصادي الأكاديمي الثاني والذي تنظمه كلية العلوم التطبيقية بعبري وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة. شعار هذا الملتقى تحت شعار يعني التنمية والاقتصاد نحو تنمية مستدامة لتعريف أصحاب الأعمال بأهمية تقنية المعلومات ومجالاتها في الاقتصاد وكيفية ازدهاره وتطوره كذلك. وجود الاقتصاد ووجود أيضا التقنية كعاملين أساسيين أعتقد بشكلان معا اقتصاد أفضل وأنشط لمحافظة الظاهرة وللسلطنة بشكل عام. فاطمة الزيدية من مدرسة فداء للتعليم الأساسي بولاية ضهي وجدت في هذا الملتقى فرصة جيدة لعرض هذا الابتكار الذي يستخدم للكشف عن السرقات. يتم وضعه جنب الشيء الغالي أو الثمين، فعندما يتم السارق أنه يلمس هذا الروبوت مثل ما نشوف، لما يلمسه يصدر أصوات وطبعا لون الأحمر حتى ينبئ صاحب المنزل في وجود سرقة في منزله أو في المتحف. ابتكارات ومشاريع طلابية لمؤسسات التعليم العالي وطلاب المدارس والقطاع الخاص بمحافظة الظاهرة كشف عنها المعرض المصاحب لفعاليات الملتقى الذي يستمر لمدة 3 أيام. الملتقيات أول شيء تقدم لنا مساعدة إحنا كشباب ودعم وتحفيز لنا، كذلك مقابلة الجمهور ونسوق أكثر لمشروعنا. إنزين، على أساس نفس الشيء الجمهور يعرفوا إيش اللي يميزنا عن باقي المشاريع المنافسة لمشروعنا. يتضمن الملتقى حلقات عمل ومسابقات وأنشطة تقنية وبيان طرق الاستفادة منها في خدمة المجتمع. إلى جانب أوراق العمل، فإن هذا الملتقى يتضمن استعراض العديد من التجارب الناجحة لأصحاب وصاحبات الأعمال هنا في محافظة الظاهرة. محمد بن سعيد العلوي من غرفة تجارة وصناعة عمان بولاية عبري محافظة الظاهرة. إثراء للتعليم التقني وبمشاركة باحثين من الكليات والجامعات الحكومية والخاصة بالسلطنة، أقيمت في الكلية التقنية بولاية شناص حلقة عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والرياضيات التطبيقية. القائمون على الحلقة ارتأوا أن يتم اختيار أفضل البحوث في مجال تقنية المعلومات والشبكات والرياضيات التطبيقية لنشره في مجلة معتمدة للاستفادة منه على نطاق أوسع. فيما ينظر إليه على أنه بداية لتوجه جديد في مجال البحوث إثراء للتعليم التقني، وبعد إتاحة الفرصة لأصحاب 45 ورقة بحثية جمعها في مجلة واحدة، أقيمت حلقة العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والرياضيات التطبيقية وذلك بالكلية التقنية بولاية شناص. هدفت هذه الفعالية إلى إبراز أو إظهار أو تحفيز الطلبة على المشاركة وأهمية الورقة العلمية أو أهمية الورقة العلمية البحثية وكيفية إعدادها، كيفية تقديمها، كيفية الاطلاع على ما هو جديد في مجال التكنولوجيا، وبالتالي تحفيز الطلبة على المشاركة والانطلاقة من الكلية التقنية بشناص إلى محاور ومؤتمرات وندوات أخرى إن شاء الله، سواء كانت على مستوى السلطنة أو خارج مستوى السلطنة. وبالإضافة إلى المشاركين من مختلف الكليات والجامعات الحكومية والخاصة بالسلطنة، يشارك 8 طلاب بأوراق بحثية في مجالات تقنية المعلومات والشبكات والرياضيات التطبيقية، وذلك على فترتين صباحية ومسائية. استفدنا كثير من هذه التجربة بحيث أنها تضفي للطالب إن كيف يتطور ثقته بالنفس، وإنه يعني يطلع من النطاق اللي هو متعود عليه، إنه نطاق الكلية، يروح يشارك في كليات ثانية، يأخذ خبرات أكثر ويستفيد. يسهم مثل هذه الفعاليات والحلقات لنا كطلاب بشكل كبير في إثراء المجال البحث العلمي لنا كطلاب في الفترة الحالية وكعاملين في المستقبل. البحوث التي تعد عصارة أفكار ونتاج جهود مضنية يمكن أن تستفيد منها الأجيال القادمة وتبنى عليها الدراسات في مجالاتها، بما يؤدي للتطور والفهم التقني والاستفادة القصوى من وسائل التقنية والرياضيات التطبيقية في الحياة العملية. منصور بن ناصر السعدي، ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة. مشاهدينا، النشرة انتهت، وهذا تذكير بالعمل. تأثر أجواء السلطنة بأخدود منخفض جوي يستمر 4 أيام. وزارة السياحة تكشف عن مشاريع ومخططات سياحية جديدة.
قريبا سوف تطرح المناقصة الخاصة بالمخططات السياحية لمحافظة الداخلية، محافظة مسندم، جنوب الشرقية، وكذا تشمل كذلك مصيرة وجبل شمس. المؤتمر الرابع لإدارة الجودة والتطوير في مجال التعليم العالي يبحث وضع استراتيجيات وخطط تشغيلية جديدة وتبادل الخبرات بين المشاركين. وفي ختام نشرتنا شكرا على كرم المتابعة، وهذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مشاهدينا. آخر الصور الجوية توضح حزام السحب الذي يتشكل هنا شمال شرق شبه الجزيرة العربية في حالة من عدم الاستقرار، وأيضا يتسبب في أمطار متفرقة ومتفاوتات الغزارة. إلى التفاصيل، في محافظة مسقط فرص الأمطار جيدة لهذه الليلة، ودرجات الحرارة حول 20 درجة مئوية. في جنوب الباطنة أيضا فرص الأمطار قائمة مع تحرك حزام السحب شرقا، ودرجات الحرارة بين 17 و18 درجة، والسحب أيضا تبدو حاضرة في سماء شمال الباطنة مع فرص للأمطار. وفي محافظة مسندم الأجواء لا تزال غائمة جزئيا، ودرجات الحرارة في حدود 16 درجة. في البريمي أيضا بعض السحب الممطرة، ودرجة الحرارة تنخفض إلى 13 درجة بين 14 و18. في محافظة الظاهرة ربما أيضا بقاء بعض السحب الممطرة بين حين وآخر. وفي الداخلية فرص الأمطار تبدو أفضل، ودرجة الحرارة في جبل شمس تنخفض إلى 6 درجات و15 درجة بالنسبة للولايات المجاورة للجبال. أيضا هنا السحب الممطرة تبدو متواجدة وحاضرة في أجواء شمال الشرقية، ودرجات الحرارة بين 18 و19 درجة. وفي جنوب الشرقية أيضا السحب الممطرة مثل ما نشاهد هنا، ودرجات الحرارة حول 20 درجة مئوية. وعلى سواحل محافظة الوسطى قد تتدفق بعض السحب الممطرة أيضا، ودرجات الحرارة في حدود 22 درجة. بعض السحب الممطرة أيضا قد تطال محافظة ظفار بشكل متفرق، ودرجات الحرارة حول 20 درجة مئوية. سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب تشهد رياح متغيرة الاتجاه معتدلة السرعة في حدود 15 عقدة مع بحر بين هادي إلى متوسط الموج، ويصل أقصى ارتفاعا له مترا واحدا ونصف المتر، والرياح جنوبية غربية ناشطة هنا على سواحل محافظة مسندم في حدود 20 عقدة، والبحر متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاعا له مترين، وشمالية غربية هنا أيضا على سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان قد تصل إلى 20 عقدة، والبحر متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاع له مترين. دائما وأبدا نتمناها أمطار خير وبركة بإذن الله. شكرا لكم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.